مباشرة على الهواء مشاهدينا مع هالإبداع كله يلي هو من تصميم مصمم الأزياء جان شارل زكريا. رح نتعرف سوا على جديد المصمم الشاب اللي دخل عالم المشاهير ليظهر نجم غلاف المجلات العالمية، مجموعته الجديدة الخاصة لمحترفه بدبي وتحضيراته للمشاركة بأسبوع الموضة بباريس. جيسي يا هلا. تم الأخبار؟ تمام. أنت Good. هاي كيفك؟ منيحة، أهلا وسهلا فيك. خبرنا شوي عن المجموعة والتصاميم اللي حضرتون للمحترف الخاص فيك بدبي، أدي صار لك؟ Yes. شو التام؟ عشو ركزت أكثر شيء؟ اوكي، خلينا اول شيء اقول لكم انه الشوروم بدبي هي بدي 3 يلي هي ديزاينر ديستريكت، يلي هي شارع بدبي معمول بس لتصميم الازياء. سو ديزاينرز اند اس هي الشركه يلي كل تصاميمها موجوده فيها وهي اكسكلوسيف للامارات. سو هيدي الكولكشن كانت اول كولكشن تنعمل لديزاينرز اند اس، اسمها تيارا يعني دي كراون، ومن اسمها بعتقد واضح التيم تبعها اللي هي رويالتي، الفخامة، الفامينينيتي، يعني ما بتحسيها very girly أو كتير بسيطة، بتحسي فيها شوية ميستري بالقصات، بذات الوقت سلسة على العين، يعني الشكل اللي فيها ما بيزعجني على العين. الألوان هن الألوان الباستيل، وبذات الوقت الألوان اللي شوي أقوى من الباستيل، يعني عندك الباج اللي بيجي على باستيل وفي الرويال بلو. وأنا بستعمل الشك يا تون سور تون لأنه ما بحب كتير قوي، أو بستعمل الألوان اللي أفتح من القماش تيضوي الجسم. وبالقصات إذا انتبهنا بهالرشز يلي قطعوا إنه القصات شوي بتجي أسيمتريك، مثل ما أنا معود العالم قصاتي على طول شوي ويرد، يعني ما بحب القاتس اللي كتير من شافي أو السيمتريك أو يعني بحس على طول هول القصات بقدر اتحكم بجسم السيدة إذا عندها شيء دفو بجسمها، بالقصة تبع الأسيمتريك بقدر إني خبي دفو معين وأظهر شيء جانب تاني من جسمها أحلى. سو أنا على طول بعتمد هيدول الكاتس. خلينا نشوف صور جيسي ونخليك كمان نتعلق عليهم، وهيك فيك تمرق لنا كمان غير كولكشن الخاصة بدبي شو عم بتحضر لهون أو للسعودية مثلاً، لأنه كمان أنت متواجد بالمملكة. للسعودية الكولكشن تنزل بديسمبر، هي كمان كولكشن إكسكلوسيف للسعودية، لأنه أنا بديسمبر رح كون متواجد بمعرض بنعمل كل سنة بالسعودية. سو حتكون عم بعرض الكولكشن تبع السعودية فيها. بلشنا بالصور. صح، أنا عندك الفذر هيدا السنة كتير دارج، والسلك بذات الوقت هيدا الكولباتو، وإذا بتلاحظي الديزاينز يلي على القماش بيجوا سكويرز بس مبرومين شوي. سو فيه مزيج من كذا ماتيريال هيدا الدراس، بذات الوقت فيري لايت على العين. نعم، هو ليلة دبي. صح اوكي. هون بتشوفي ذات الماتيريال ذات القماش بس ب 3 ديفرنت ديزاينز، المفتوح والقصات اللي بتجي ضيقه على الجسم، تاني دراس بيجي لوز، تالت دراس بيجي للبادي شيب اللي هي اي. سو انا كثير بلحق البادي شيبس للست لان في 8 بادي شيبس، وكل بادي شيب في كاتس معينين كثير بيزبطوا عليه. جيسي، بس تقول كولكشن خاصه بالامارات، كولكشن خاصه بالمملكه العربيه، الاذواق بعدها بتختلف او انت بتحب تخص يمكن كل منطقه؟ لا، هي الأذواق ما كتير بتختلف لأنه ديزاينر واحد، يعني روح نفس الديزاينر موجودة بكل الكولكشنز، بس أنا بحب خص السيدة الإماراتية بكولكشن إكسكلوسيف، السيدة العايشة بغير بلد إذا بدها إياها مجبورة تطلبها من الإمارات، ما فيها تطلبها من بلد تاني. سو بحس إنه هيدا الشيء عم بيخلي يصير في علاقة خاصة ودايركت بيني وبين السيدات الإماراتيات أو السيدات السعوديات. صحيح. مثل ما عندي هيدا العلاقة مع السيدة اللبنانية يلي بنيتها عبر السنين. سو أمرار في سيدة لبنانية بتحب الفستان يلي موجود بـ Designers and Us، سو فيها أكيد تحصل عليه من Designers and Us. طب كيف عم بيكون التفاعل؟ كيف عم بيكون الفيدباك بدبي للكولكشن؟ فيدباك كتير حلو لأنه
دبي عامة صارت عاصمة الموضة بالعالم العربي حاليا. دبي هي عاصمة الموضة. سو كل سيدات العالم ما بس العربي وقتها بدهم يعملوا شوبينج أو يكون عندهم إيفانتس وبدهم يحضروا غراضهم بيتوجهوا على دبي. سو بذات الوقت وقتها بتكون شركة جامعة ديزاينرز إلهم اسمون ومهمين والناس بتنطر شو بينزلوا. سو أكيد الفيدباك حيكون كتير حلو، خاصة إنه الكولكشنز ما بيطولوا، يعني كل فترة قصيرة في كولكشنز جديدة عم تتواجد. وحتى هلا ديزاينرز اند اس هي يلي رح تكون السبونسر، يعني هي السبونسر تبع باريس فاشن ويك. يعني انا طالع على باريس فاشن ويك مع ديزاينرز اند اس بكولكشن لدبي رح تنعرض بباريس. اوكي عرفتي. رح نحكي كمان بتحضيراتك لباريس فاشن ويك، بس بدي اعرف منك جيسي قبل قد ايه بتحرص على انه تدمج الترند لكل موسم لكل سنه خلينا نقول مع هويتك الخاصه مع بصمتك وروحك. هلا لك انا بحس الترند هي صنع، هي بصمتي اصلا هي صنع رواد الموضه مش مصممين الازياء. صحيح. الموضه غير الترند، عرفتي؟ نحن كمصممين ازياء بنخلق الموضه ورواد الموضه او البلوجرز والانفلونسرز هن يلي بيعملوا الترند. سو انا بعطيهم الموضه بضيفوا عليها شيء وبيخلقوا الترند. انا نصيحتي للسيده انه انت شوفي الترندز يلي نازلين وشوفي الموضه يلي نازله، بس باخر النهار وقت بدك تلبسي شو البسي الشيء اللي بيلبق لك لك، مش كل الترندز بتلبق لكل الناس ولا كل الموضه بتلبس لكل الناس. سو الترند عم اقول لك هي اذا بدك شويه بهارات بتنرش على الموضه، لانه الترند عمره محدود. يعني ترند بتطلع وبتخلص، الموضه امرار بتمد سيزن كامله، بتمد سنه كامله. سو وقت نكون عم نخلق موضه نحن كديزاينرز بناخد بعين الاعتبار الترندز يلي معقول تطلع من هيدا الموضه. يعني بنخلي مجال لرواد الموضه يلي شريحه كبيره من الناس بتاثر فيهم انه يقدروا يخلقوا هيدا الترند. قد ايه بتاخد معك وقت لتحضير كولكشن بين افكارك اللي على الورق تنفذها وتصير لايف؟ بتاخد حوالي 3 شهور. أوكي. ما بين يطلع التيم وينخلق قصه من ورا التيم، وحسب القصه نقي الفابريك، بعدين ارسم سكتشز، بعدين الفابريك يصير نقي هيدا لا هيدا الالوان الشكل كل شيء بينحط على الورق وعلى الباترون كرمال يبلشوا يتنفذوا. سو ايه بتاخد حوالي 3 شهور. هلا اسمك لحاله يمكن خالق قصه، خلينا نحكي بكونك انفلونسر او اكثر، ما بعرف، ونحكي ونشوف سوا الكفرز اللي عم تنزل عليها لدول كبيره، كفرز عالميه. لكن الناس عم بحبوا. هلا انا ما كنت بلاند انه جي سي وجانشار شخص واحد، بس انا ما بحب فوت جي سي اللي هي حياتي اليوميه وشو انا بلبس وانا بس اتصور مع اصحابي، ما بحب فوتها بالبيج البروفيشنال اللي هي خاصه بالفساتين وبالازياء. سو وقت عملت هذيك البيج الثانيه اللي خاصه فيي كثير لقيت انجيجمنت كثير قوي مع العالم، وتبين انه عن جد بهمهم القصص اليوميه اللي بنعملها، الترندز اللي بنخلقها اللي كنت عم تحكي عنها، لايف ستايل، كل شيء تاني. سو هذا الشيء استقطب المجلات ان يكون على الكفرز، وابيرنتلي عم بحبوا الناس. سو اللي بقلك ثانك يو. بنشوف عم بنشوف. لا بعدنا بالتصاميم. اوكي بعدنا بالدريسز. النيفي بلو هو لون كتير رويال كمان. صحيح. بذات الوقت الكاتس، إذا بتلاحظ الكاتس تبع الكتف والصدر الأسيمتريك، وبذات الوقت الشكل اللي فيه هو سيلفر ونيفي كمان، والسبلت على الإجر هيدا اللون يعتبر كمان شوي أجرأ من بقية الألوان لأنه ميتاليك. يعني هو ما فيه شك بس كتير بيلمع، وهيدا القماش شوي بتفصل الجسم لأنه ليكرا وبتاخد وبتعطي. سو هيدا نوع من القماشه بحاجه لجسم يكون ما فيه كتير اغلاط كمان يبين حلو. للبنان شو عم تحضر؟ للبنان بعد شهر تقريبا بتنزل كولكشن تبع لبنان. كمان كولكشن كتير حلوه، بس بلبنان مثل ما بيقولوا في انا فضي جنوني وافكاري وهيك، فضي انا مني وفيي يعني. عرفتي؟ سو انا
كولكشن لبنان على طول بيكون لها طابع مميز عندي، لانه بحس انه اكثر كولكشن يمكن باخذ حريتي باني نفذها واستعمل المواد يلي بتطلع عبالي اني استعملها، الالوان الكاتس. سو ايه بعد شهر ان الله راد بتنزل الكولكشن. التيم عندك اللي بيساعدك فريق عمل كبير، يعني اسم الله لتلحقوا صح دبي السعوديه؟ لا، بكل بلد في فريق عمل، يعني بدبي في فريق عمل موجود بدبي، اوكي السعوديه في فريق عمل موجود بالسعوديه، وبلبنان فريق العمل موجود بلبنان، بس هن لينكد. سمر منحييك، يعطيك الف عافيه والله يطول لك بالك. مين سمر؟ سمر يلي بتعاني من سمر هي اللي بتاخذ لي معيده والمانجر. فكرت في حدا على التليفون عم لا سو سمر كل جمعة بدها صبغة. أنا بعرف لمعاناتك والعالم صارت تتابعتها مش نسينك يعني. فقال لك فريق العمل أنا بالنسبة لي هن رزقة كتير ضروري الإنسان، وخاصة الإنسان يلي عم بيوسع شغله يكون فريق العمل عم بحس حاله عم يشتغل ببيته، يكونوا قلب وحده ايد وحده، هون تاخروا هون ما ناموا هون سهروا هون اجوا سبت واحد هون معطلوا. سو ليك لو ما انا وبعطيهم هيدا الرياحه بحسوا حالهم عن جد عم يشتغلوا من قلبهم، ما بحس انه بيعطوني هالقد شغل حلو صحيح. على الوقت ويكونوا اوفياء. بحسهم رزقه، والحمد لله بالثلاث محلات فريق العمل راكب على بعضه وتيم واحد بتحسيهم، يعني فريق بيروت بنسق مع فريق دبي بنسق مع فريق الرياض، بتحسي كانه هن اصحابه، هن يمكن مش شايفين بعض ولا مره. عرفتي لانه من جنسيات مختلفه ومن بلاد مختلفه، فا ايه هذا الشيء كمان بيزيد لي ستريس انا وسمر. بس انه لا قد ايه صار معك سمر هيك لنا؟ هو 10 سنين اكثر يمكن. بدنا نتعرف على سمر مرة. بدك تحاولي تلقطيها، هو ومسافر لتكون رايقة شوي. أوكي. بس لتتعرفي على شخص سمر الحقيقي. جوزي سمر؟ لا ما لحق. ما فتح لها مجال. أصلا ما بخليها. جيسي على قد ما أنت هالقد بتاخد وبتعطي معهم، لأنه it's vice versa يعني إذا الكرو هيك معك لأنه أنت هالقد بتعطيهم، على قد ما كمان عندك قدرة كتير كبيرة لتخطي الأمور، لتخطي أي situation، تخطي أي مشكلة، تخطي أي شخص يمكن، أو وفاة شخص أو فقدان شخص عزيز. صح. كيف؟ لكن هاي نعمة. لا هاي نعمة أنا بحسها، لأنه نعمة. أم اشتغلت على حالك لو وصلت لها؟ لكن اشتغلت، بس في كتير ناس بيجربوا يشتغلوا وما بيقدروا يوصلوا لها، لأنه أنا بالنسبة لي التخطي هو أكتر شغلة بتساعد حيلا إنسان إنه يتطلع بالحياة بشكل بوزيتيف كل الوقت، لأنه أنا براسي بهين الأشياء. يعني في مثل على طول بقوله لكل الناس اللي بيحكوني بهالمواضيع، اللي هو إنه إذا أنت درسك عم يوجعك بالليل ما بتنامي كل الليل، كل همي كيف بدك توعي الصبح لا تروح عند الحكيم وتقبعي درسك، وبس تقبعي درسك في فراغ بيصير، سو بيصير لسانك لحاله بيروح على هيدا الفراغ بيصير يدق فيه، مع إنه راح الوجع لسان عم بيروح على الفراغ، بعد وقت ببطل اللسان يروح وبترجع الحياة الطبيعية. سو كل القصة كان بدها وقت. سو هيدا المثل أنا بطبقه، هو كتير بسيط بس أنا بطبقه على كل شيء بالحياة. قد في ناس غوالي بتكون، أو ناس كتير قريبة منا، أو ناس كتير مهمة بحياتنا، أو شغل أو محل أو شو ما كان، كتير منحبه وكتير غالي علينا، بس وجوده عم بيسبب لنا وجع أو عم بيسبب لنا قلق أو عم بيرجعنا لورا، ومنخاف نقبعه خوفا من هالفراغ. بس هيك القصة بدها وقت، وكل شيء بيرجع بيمشي مثل ما كان. يعني الحياة ولا مرة بتوقف على شيء أو على حدا. صعب بالحكي، بس أنا شخصيا وقتها بتصير بتمرني حالك أنه تعيشيها، for me بتصير كتير easy. يعني أنا اليوم بقدر أتخطى حيلا إنسان، حيلا situation كتير أسهل من حدا كتير معلق بالشغلة. أنا بالنسبة لي بعتبر التعلق بإنسان أو بشغلة هي أبشع شيء معقول الواحد يمرق فيه بالحياة. يعني مثل ما أنت اللي بيدخن هو معلق بالسيجارة. بس إذا ما بدنا نتعلق بالأشخاص اللي منحبهم، بمين بدنا نتعلق بالدنيا؟ شوف شيء بيحرق. تتعلق بس بتحب الشخص مش بتتعلق فيه. أنا بحبك، بعيش معك، بعمل good memories، بنبسط هلأ، أنا عايش معك هلأ، قاعد معكم مبسوط عم بحكي. بس أنا هلأ إذا فليت وأنا وفيلي اللي عملت accident بدك تكفي حياتك،
يعني بده يكون عندك القدرة إنه تخلي the good memory تبع الشخص بقلبك، محبتك لإله، لأنه إذا أنا عم ضرك المحبة اللي بتحبيني إياها مع الوقت رح تصير كره، لأنه أنت مانك قادرة تبعدي عني أو أنت ألا لا يقدر فقدت شي شخص عزيز قريب على قلبك؟ كثير. وكل يوم بذكره وكل يوم، وبعدنا يمكن أمرار بدمع بس جيب سيرته، ولأنه كان شخص كتير عزيز. بس هيدا الشخص علمني بحياتي أنه أنت أهم من حيلا حدا أو حيلا شي بيصير بحياتك. أنت عندك goals، عندك أهداف، عندك حياة حلوة بدك تعيشها. سو إذا أنا شخص بآمن بعرف أنه هيدا الشخص اللي أنا فقدته، إذا عم نحكي عن الموت، إذا أنا كنت مبسوط هو رح يكون مبسوط أكتر محل ما هو، بس إذا أنا كنت تعيس ورحيله عمل لي هالتعاسة هو رح يكون كتير زعلان محل ما هو. سو إذا أنا بحبه رح يكون بدي سعادته. يعني هي it's easier said than done. بس عم قلك مع البراتيك أنا كتير زبطت معي. يعني أنا إنسان مش ما عندي مشاعر، بس مشاعري أنا بعرف أتحكم فيها، بعرف أمتين خلصها. حتى الزعل عنده timing. وصلت لقناعة إنه everything is temporary. Exactly. Exactly. بس كيف دربت حالك على القصص بعمر صغير هالقد؟ يعني أنت شاب العمر زغطور. الأشياء اللي بتصير، يعني يمكن أنا الأشياء اللي صايرة معي بعمري الصغير شخص عمره يمكن 60 مش صايرة معه. So هي experiences بالحياة اللي يا بتنضجك يا بتحطمك. It's up to you. عرفتي؟ أو it's up to your environment. مين الناس اللي حواليك؟ شو بيعني لك شغلك؟ هو كل شيء حلو بحياتي. يعني أنا بقوم بروح على الشغل لأنه it's my baby. يعني أنت بس تروحي عند أولاد، تكون مسافرة وترجع عند أولادك بهاللهفة، it's the same thing لإلي، لأنه هيدا الشيء عم بعطيه وعم يعطيني، عم بعطيه من قلبي وعم يعطيني من قلبه. وبن قلبه يعني عم بحكي محبة العالم، ما عم بحكي بس قصص مادية، محبة العالم، الانتشار، الإبداع، التقدير. Exactly. So هاو كلهم أشياء ما بتتعود بالمصاري. في كتير ناس معهم كتير مصاري بس الناس ما بتحترمهم أو الناس ما بتحبهم، الناس بتخاف منهم، مش مقدمين شيء ما تركوا أثر يمكن. Exactly. So هيدا أنك تخلي بصمة معينة لو عمر صغير بتحملك مسؤولية كبيرة، بتصير تحس بدك بعد لأنه اللي عنده وزنة، أنا بعتبرها أنه هالموهبة هي وزنة ما بتفضى. كل ما أنت عم تفضيها في شيء تاني عم بيعبي لك اياها، بتغذيها. اكزاكتلي. سو نرجع نروح للاساس. يعني انا سوري بس عطلنا احنا بنشط لانه يلا كمان في فيذر والرويال بلو. يس ذس از وان اوف ماي فيفرت الاسيمتريك كات. هلا اذا في صوره كامله بتشوفوا الدرس قد ايه لذيذ الكات تبعه بالفذر وبنوعية الشك وبالحرير كمان يلي على الجناب. جيسي تقال هولي؟ بالوزن؟ لا، very light. يعني صبية الست بتلبسهم وبتمشي فيهم. very very light. okay. yes. هون عنا زيت الماتيريال، زيت الشك بس على شوي رويل أكتر، يمكن العمر شوي أكبر لأنه في الكاب السليف للأرض. قصدت أنه تعتمد هالكم لون جيسي؟ يس yes. لأن هني أكتر ألوان بمثلوا الرويالتي حسيت. عم بتفوت بالبرايدل ولا بعد؟ يس 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 على طول. يعني صرت مع يعني من وراء ال 2-3 ويدنج جاونز اللي عملتهم هيدا السيزن كتير ضجوا، صرت كتير عم ينحكى بماي برايدل لوكس. سو بس كمان خاصة عرس أختك ماريا. صح سو كمان ال البرايدز، بس انا على طول بشتغل مع البرايد. ما بحب البرايد تيجي تاخذ تستاجر فستان وتفل انه فستان ملبوس 100 مره. انا بقول لها شو ما كان البادجت تبعك ما بيهمني، خلينا نعمل دريس معمول لك. كثير بحب لانه بحس هيدا نهارك الوحيد. ف صدقني معك حق. أكثر جملة صحيحة وحقيقية قلتها بكل مقابلة. هيدا هو النهار مدام، انبسطي فيه ومن بعدها وافينا على الألمين. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نقطة. الأبيض هون عندك برايدل لوك، it's a simple برايدل لوك. يعني هيدا إذا برايد عامل عرس كتير كبير وبدها تغير الدرس تبعها من بعد السهرة أو فيها تلبس هيك دراس. ممكن تفوت لاين للرجال جيسي ولا بعيدة؟ تافه، هي أكتر شغلة بتنطلب مني بالحياة.
ليكي قايدة درس ما بيحبوا لك ستيلك صح قايدة درس بس انه بدها يعني بدها تكون بدي يكون انا منتلي فضيلة و هو غير لاين ولا مش كثير غير لاين بس انا ايزي تمشي ايه فيه بس انا ما بحس انه ما بدي اعطيه هذا الجانب الفيمينين عرفتي انه انا عم بعمل لاين رجاله هيدا اللاين رجاله بده يكون شيء انا بيشبهني وقت انا بكون على الريد كاربت بدك يعني. تتاكد انه قادر تفصل يعني اكزاكتلي يعني ما في مثلا كون عم بعمل مثل ما بعض الديزاينرز بشوفهم مثلا عاملين دراس بقى قماش بقى شك بنحطه على بدله انا ضد هيدا الفكره لانه ما بدي تروح اوكي الايدنتيتي تبع البدله انا فور مي البدله هي شيء مانلي بيعطي رونق يعني الشيء الانثوي يعني الانوثه اللي بتشوفيها بلوك البنت ما بحب شوفها بلوك الرجل عرفتي سو ايه بحسهم تو ديفرنت ثينجز الا اذا عم نحكي بالديلي لوكس سو ساعتها ايه فينا نفوت بس بحس لا بعد بدي وقت شوي تكون ريحت كمان اي طيب شو الالوان اللي رح هيك تو فوكس اون بالشتاء بتعرفي انه الغريب هالسنه انه بالشتاء درج الالوان اللايت باستيل الرايقه والصيفيه اللي جايه مش اللي هلا عم تخلص درج الالوان الغامقه والقويه والسترونج اللي معودين انها تكون درجه بالشتويه تستغرب هيدا ما بستغرب لانه من كم سنه لورا كانت هيك الامور حتى هالصيفي كان درج الفلفت عرفتي الفلفت هي قماشه شتويه هالسنه بالشتاء درج القصص الساتينيه الساتينيه الرايقه البسيطه يلي بتنكب ينعمل لها ستايلينج مع بوتس فير او عرفتي اي ستايل عم نحكي بالديلي لوكس وبالهوت كوتور اكيد الفازر كتير دارج الرافلز والقصص المكشكشة كمان كتير دارجة الألوان اللايت الشكل كتير قوي رجع درج في فترة كتير خف هلأ الشكل كتير قوي عم يرجع يدرج يلي هي بتحس الشك نافر منه هيك very light so yes هاي دول القصص اللي دارجة سوري بس لما انسى السؤال اوكي تمار ايه لا بس لأنه خلص الوقت بس 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 اخر سؤال اخر سؤال القماشات you go all over the world يعني في كتير قماش كتير حلو صح. بالعالم صح؟ صح لأنه أوكي دي فوكس على الشك بس قماشات بتاخد العقل صح. ما بدها شيء هيك تبرمها exactly. وتنلبس exactly. ليك كقماشات في كتير أشياء بنطلبها أونلاين في كتير أنا وين ما روح يلا بلد سياحة شغل بقصد روح على البلد على السكشن بهالبلد اللي بتبيع قماش وماتيريال لشوف القصص يلي مني شايفها من قبل او بركي في شيء يلفت لي نظري في قماشه بتحسيها ما بتحمل شيء لحالها بتحكي لحالها بتعطيك ماستر بيس وفي قماشه بتحسي انه حلوه بس بتحمل التقليه اكثر بقماش وهالشيء كمان بيرجع لذوق الديزاينر وذوق السيده او الزبونه يلي جاي في سيده بتحس انه قد ما كانت القماشه ثقيله اذا ما فيها شيء عم بيلمع ما زتيلها تقل وفي في سيده ثانيه بتفضل انه لو قد ما كان كبير الايفنت اللي عندها بتفضل تكون لابسه شيء فيري سمبل قماشتها تكون ثقيله وبالهوت كوتور تحديدا وخاصه انا شو ما كان الدرس حتى لو مغطى كله بالشك الباص تبعه القماشه هي قماشه كثير ثقيله لانه الكلاينت عم تجي بتاخد ماستر بيس عم تدفع حقها مصاري عم تكون كلها شغل ايد مصبوغه منتبهين على الفينيشينج على حيلا ديتيل سو بهمنا القماش الجوه تكون بذات التقل تبع القماش البرا سو يا ذاتس ات جيسي انبسطنا فيك قد الدنيا روح بدع باسبوع الموضه بباريس لاف يو سو ماتش وموفق يا رب وانا كمان اي لاف يو سو ماتش وثانك يو كثير على استضافتكم على طول زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه الفا قنوات الأسرة العربية